هذا يقول سماحة الشيخ هناك بعض الأشخاص عند انتهاء الإمام من الوتر يقوم بعد الانتهاء بالإتيان بركعة أخرى بحجة أنه سيجعل الوتر في آخر الليل، أكثرون مأجورين في هذا الفعل؟ لا بأس إن شاء الله، وإن ترك صلى من آخر الليل ما تيسر وسدها الوتر الأول، وإذا صلى مع الإمام في أول الليل وجاب ركعه وخلا وتأخر الليل فلا حرج، وإن صلى مع الناس وسلم مع الناس فإن يكفي الوتر، وإذا قام آخر الليل يصلي ما تيسر، صلي ركعتين أربع ركعات ست ركعات ثمان ركعات، يسلم من كل الليل ولا يحتاج وتر، كفاه الوتر الأول.